الرئيس السيسي يؤكد أن تحقيق الأمن الغذائي على رأس الأولويات في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس العراقي يدعو لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد. والسلطات الإيطالية تعتقل الرئيس السابق لحكومة إقليم كاتالونيا الإسبانية كارلس بوتشيمون. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تأسيس نظم غذائية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي على رأس الأولويات، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ. تعقد قمتنا اليوم في خضم لحظة محورية دقيقة يعيشها عالمنا، تتطلب منا بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يتعين علينا مواجهتها. ولعلكم تتفقون معي أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا هي مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعاً، خاصة وأنه في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ وما تتسبب فيه من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة وندرة في المياه وتدهور لجودة التربة وتصحر لمساحات هائلة من الأراضي الزراعية وتبعات ذلك الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على الأمن الغذائي، فضلا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء. كما أكد الرئيس السيسي أن خطر المجاعة لا سيما في إفريقيا يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة، معتبرا أن قمة نظم الغذاء فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم. فإن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في إفريقيا، ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ الملايين من البشر، غالبيتهم من النساء والأطفال، من هذا التهديد الوجودي الذي يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها. ومن هنا فلقد أدركت مصر منذ وقت مبكر ما تمثله هذه القمة من فرصة مواتية لطرح أفكار وحلول لتلك التحديات، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تطلع به في تعزيز التعاون الدولي وحجز التمويل اللازم في هذا الصدد. وخلال كلمته أيضاً أوضح الرئيس السيسي أن مصر دشنت حواراً وطنياً أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام، مشيراً إلى أن أبرز جهود مصر في هذا الصدد أيضاً كانت الانضمام إلى تحالف التغذية المدرسية إيماناً بضرورة توفير غذاء صحي للطلاب والطالبات. في تعزيز التعاون الدولي وحجز التمويل اللازم في هذا الصدد، وعليه فقد سارعت مصر بالقيام بدورها في إطار العملية التحضيرية للقمة وطنياً وإقليمياً. فعلى المستوى الوطني دشنت مصر حواراً وطنياً شاملاً منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام. كما انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية اقتناعا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب ومحورية مساهمة الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف، حيث باتت مصر إحدى أكبر الدول تنفيذا لهذا البرنامج في المنطقة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس السيسي أن مصر انخرطت في صياغة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي، مؤكدا مواصلة العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات، سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. انخرطت مصر في صياغة موقف إفريقي موحد خلال القمة يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي، ونعتزم استمرار العمل مع أشقائنا الأفارقة لمواجهة هذه التحديات، سعياً للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وفي شأن آخر، وجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميا. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وذلك بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الأساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلا عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبراء في هذا المجال ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميا، وذلك كهدف أساسي للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشددا سيادته في هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام في إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي توليها الدولة أهمية متزايدة في ضوء التحول التنموي السريع وغير المسبوق الذي تشهده مصر حاليا في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة على مستوى البنية الأساسية وقطاع الإسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه
بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالي 40 مليون طن سنوياً، ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة في مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق في المعايير والمواصفات القياسية التي تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التي تستخدم في البناء، فضلا عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص الاحترام والتقدير لأبطال مصر البارالمبيين الذين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب وتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة. وخلال استقباله اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وجه الرئيس السيسي بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعداداً لدورة الألعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية. كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. أولاً البارا تايكوندو، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من السيد محمود عبد الجواد هارون، السيد هاني علي إبراهيم، اللاعب محمد ياسر محمد أحمد الزيات. ثانياً رفع الأثقال، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من السيد محمود نبيل محمود فهمي، السيد شعبان يحيى الدسوق إبراهيم، السيد عماد الدين بهجة محمد حبيب، السيد شريف حسين أبو الفتوح بكر، السيد عبد المنعم صلاح عبد المنعم فرج، اللاعب شريف عثمان خليفة عثمان، اللاعب محمود محمد صبري عطية، اللاعبة ريحاب أحمد رضوان محمد أحمد، اللاعبة فاطمة عمر محمد عمر، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة اللاعب محمد صبحي شعبان، اللاعب هاني محسن محمد عبد الهادي. بحييكم وبشكركم باسمي باسم كل المصريين، ربنا يوفقكم، وعايزين مزيد من النجاحات ديت والانتصارات ديت. متشكرين. أنا من الناس اللي طلبت من حضرتك بصفة خاصة إن إحنا بنشوف دول كتير حلوة ونفسنا إن مصر تبقى زيها. أنا بعد 5 سنين من بقول إنه حصل تطوير وتغيير شامل ومنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، والمعاقين والبارالمبيكس بصفة خاصة حصل لنا طفرة في عصر حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. ده أنا اللي متشكر. لا العفو يا فندم، العفو. أنتوا بتدوا الأمل للناس كلها. يا رب يا فندم. هم ليه بتدوا الأمل للناس كلها؟ متشكرين جدا. شكرا جدا. حد عايز حاجة؟ نعم.
تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماعنا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة السويس. وخلال الاجتماع عرض محافظ السويس عبد المجيد صقر موقف الأراضي محل التطوير بالمحافظة، مؤكدا على رغبة مستثمرين من داخل وخارج مصر في استثمار الفرص لتطوير عدد من أراضي السويس، خاصة في المجال السياحي والترفيهي ذي البعد الاقتصادي المهم. من جانبه شدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام المستثمرين بإعداد دراسة جدوى اقتصادية عن المشروعات المقترحة للتطوير، مشيرا إلى استعداد الدولة للدخول في شراكة لتنفيذ المشروعات المقترحة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي. وخلال اجتماع بشأن تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق، أكد رئيس الوزراء على أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية دليل على ما تحظى به من مهارة ومكانة في دول الجوار. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا مع نظيريها القبرصي واليوناني استمرارا للتعاون المشترك من خلال آلية التعاون الثلاثي. تم خلال الاجتماع التباحث حول دفع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات والتنسيق بشأن قضايا محل الاهتمام المشترك. كان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى بنظيره اليوناني نيكوس دينديياس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اللقاء يأتي في إطار استمرار التعاون الوثيق والمثمر بين مصر واليونان، ويتم خلاله متابعة التنسيق حول الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. دعا الرئيس العراقي برهم صالح لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب. وفي كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، أكد صالح أن نجاح مساعي إحلال السلام لن يتم من دون تمتع العراق بسيادته على كامل أراضيه وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، موضحا أن هذا يستدعي دعما إقليميا ودوليا وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على الأراضي العراقية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكين اجتمع مع نظيره الفرنسي جان إيف لودوريان في نيويورك وناقش خطط مشاورات ثنائية متعمقة بعد تفجر أزمة دبلوماسية بين واشنطن وباريس، وذلك بسبب صفقة غواصات مع أستراليا ألغت الأخيرة بسببها اتفاقا مع فرنسا، وفضلت توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا. احتدم السباق الخاص بالانتخابات الألمانية مع تقلص تقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط على المحافظين الذين تنتمي لهم المستشارة أنجلا ميركل إلى 4 نقاط فقط. يأتي هذا بينما أظهر استطلاع حديث للرأي أن معظم الناخبين الذين يحق لهم التصويت في البلاد اتخذوا قرارهم بالفعل بشأن الحزب الذي سيختارونهم. مع قرب موعد التصويت في الانتخابات البرلمانية الألمانية التي تنطلق الأحد المقبل، احتدم السباق بين المتنافسين
الفارق بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط والمحافظين الذين تنتمي لهم المستشارة أنجيلا ميركل تقلص إلى 4 نقاط فقط. وأشار استطلاع أجرته شركة كانتار إلى أن نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يرشح أولاف شولتز لمنصب المستشار انخفضت نقطة واحدة إلى 25%. في المقابل زادت نسبة تأييد تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي اختار أرمين لاشيت مرشحا لمنصب المستشار إلى 22%، في حين انخفضت نسبة دعم حزب الخضر إلى 16%، وظلت نسبة تأييد حزب الديمقراطيين الأحرار عند 11%. يأتي هذا بينما أشار استطلاع آخر إلى أن معظم الناخبين الذين يحق لهم التصويت في البلاد اتخذوا قرارهم بالفعل بشأن الحزب الذي سيختارونه في الانتخابات التي عادة ما تشهد مشاركة عدد كبير من الأحزاب، لكن أغلبها لا تحصل على النسبة المطلوبة من الأصوات لدخول البرلمان. اعتقلت السلطات الإيطالية الرئيس السابق لحكومة إقليم كاتالونيا الإسبانية كارلس بوتشيمون المعروف بتنظيمه الاستفتاء حول انفصال الإقليم والمطلوب في إسبانيا بتهمة التحريض على التمرد. وأوضح محامي بوتشيمون أن موكله تم اعتقاله عقب وصوله إلى سردينيا بصفة برلماني أوروبي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه في 24 أكتوبر عام 2019. وكان من المقرر أن يشارك بوتشيمون في سردينيا في بعض الفعاليات الثقافية ويلتقي عددا من الساسة المحليين. كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، وتم إعلان عن عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها وكشف التفاصيل المحور الفكري وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها، بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم. فكرة الذهاب إلى المسرح في حد ذاتها فيها متعة، لابد أن أنا أقدم له هذا التشويق وشجعه أن هو يروح للمسرح أكتر من التلفزيون وأكتر من خليك في البيت. عدد العروض بتاعتنا وعدد ليالي العرض قل أكيد. إحنا مثلا كنا بننتج كبيت فني للمسرح بننتج من 50 ل60 عرض، انتاجنا اقل اكيد السنه دي. عدد الجمهور اللي داخل لنا بناء على القرارات يعني الحكيمه من لجنه كورونا بمجلس الوزراء اعتقد انها يعني كانت 50% وبعدين بقت 70%. الحال بقى احسن، بس احنا دلوقتي يعني اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هي اللي احنا اوريدي بنجني الاثار السلبيه لكورونا. جائحه كورونا اثرت على الفن بشكل عام يعني، واثرت على العالم كله، اثرت على المسرح طبعا، على 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 الانتاج وعلى العروض اللي قدمت وعلى عدد الليالي كمان وعلى عدد الرواة بتوع المسرح، لانه احنا كان فترات كان نصف الجمهور بس هو اللي بيبقى موجود، مش الكراسي كلها بتبقى مليانه، لازم نصهم يعني كان عدد محدود برضو، فده اثر طبعا. تحتفل دار الأوبرا المصرية بمرور 150 عاما على ميلاد أوبرا عايدة، وتقدم فرقة أوبرا القاهرة العرض بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إيليو أورتوشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة. فيها تراجيديا كبيرة وفيها استعراضات، فيها حب، فيها موت، فيها محاكمات، فيها فرح، فيها حزن. ألحانها جميلة جدا، قصتها جميلة جدا، فبتدي ثراء قوي للإخراج إنك تفكر في حاجات كتير جدا. ليها 7 مشاهد كاملين كبار، فمساحة بتاعتك حوالي تقريبا 2.5 ساعة، فدي أوبرا
جميلة قوي ناجحة جدا، تقدمت بأشكال كتيرة جدا، وده تحدي لأي مخرج بتعمل حاجة جديدة صعبة عليك، لأن الناس في الدنيا كلها فكرت في كل حاجة ممكن تفكر فيها، فده تحدي شوية، بس الحمد لله بنقدر نعملها بشكل مميز في مصر. أنا في أحضان أم الفنون مصر العظيمة، أم التاريخ، وأنا فرحانة أني يعني موجودة في أوبرا عايدة، وده يعني حاجة عظيمة. مشاهدينا الكرام، الآن مع أخبار الرياضة. وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على تصورات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل. وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الإفريقية، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور السادس عشر المقرر إقامتها اليوم الجمعة وغدا السبت على أن تحدد موعد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي غدا السبت في دور الستة عشر بمسابقة كأس مصر، ويدخل الأهلي اللقاء في محاولة لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة من طلائع الجيش بكأس السوبر المصري وفقد اللقب، ويسعى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لإصلاح أخطاء مباراة طلائع الجيش والتقدم في مسابقة كأس مصر وبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد والتي يحمل لقبها لموسمين متتاليين. يدخل بيراميدز مواجهة صعبة اليوم الجمعة ضد سموحة في الاختبار الأول ضد قيادة تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، ويعول إيهاب جلال على قدراته التدريبية لقيادة بيراميدز للمنافسة على لقب كأس مصر مراهنا على لاعبيها المميزين في خط الوسط والهجوم. وفي المقابل يتسلح سموحة بقدرات صفقاته الجديدة أبرزهم الأنجولي دافسا وأحمد رمضان بيكهام. فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 32-27 في المباراة التي جمعتهم على صالة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين. استطاع الزمالك حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17-13، وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته على المباراة وحسمها بنتيجة 32-27، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط بينما أصبح رصيد الأهلي 7 نقاط. يستضيف ملعب جريفين بارك مباراة تجمع بين ليفربول وبريتنفورد غدا السبت، وذلك لحساب فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإنجليزي البريمير ليج. يتواجد ليفربول في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة متساويا مع المتصدر تشيلسي ومانشستر يونايتد الثالث بنفس الرصيد، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز وخطف النقاط الكاملة من أجل التربع على القمة.
الآن وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم البلاد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على غالبية الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وإلى ختام نشرة السابعة صباحا، والآن أهم العناوين مرة أخرى للتذكرة. الرئيس السيسي يؤكد أن تحقيق الأمن الغذائي على رأس الأولويات في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس العراقي يدعو لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد. السلطات الإيطالية تعتقل الرئيس السابق لحكومة إقليم كاتالونيا الإسباني كارلس بوتشيمون. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا سارة عبدالله، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.